السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل الأسئلة المقالية على الدرس الثالث في فرع الهندسة الفراغية لطلاب الصف الثاني الثانوي علمي فقط، وهو درس المخروط. طبعا شرح الدرس موجود في قائمة التشغيل. نزلنا حل تمارين الإخطر وقبلها جزء تلخيص مهم جدا جدا في 23 دقيقة، صدقني لخص لك كل الأفكار الإخطر والمقالي والمستويات العليا. وهنيجي بإذن الله دلوقتي على حل الأسئلة المقالية على الدرس ده، فيها أسئلة فيها أفكار جميلة جدا مختلفة عن تمارين الإخطر بأمر الله. حل الأسئلة المقالية واحتمال كمان ينزل لك معاها الاختبار التراكمي عشان يبقى انتهينا من الدرس ده بالكامل بأمر الله، وعشان ننزل بقى الدرس اللي جاي اللي هيكون غالبا الدرس قبل الأخير في فرع الجبر اللي هو الدالة اللوغاريتمية وتمثيلها الباهي. لو انت أول مرة شفت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك، شير الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. تعال نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. السؤال الأول بيقول أنا عايز منك حجم المخروط القائم الموضح بالشكل. طيب هكتب لك بس قانون الحجم اللي هو عبارة عن تلت مساحة القاعدة اللي هي باي نق تربيع عين. يبقى انت في القانون ده لازم توصل للنق ولازم توصل للعين اللي هو الارتفاع يا باشمهندس. تمام، طبعا ده بالنسبة لي رأس المخروط ودي القطعة العمودية، يبقى بالنسبة لي هنا ان الارتفاع بيساوي 14. طبعا دي المسافة بتاعة نصف القطر، يبقى انا معايا هنا ان نصف القطر بيساوي 9. معايا المعلومتين دول خلاص يا باشمهندس اقدر اجيب الحجم. تعال نسميه مثلا حجم واحد بيساوي ادي تلت. القانون اللي هستعمله هو يا باشمهندس باي نصف القطر اللي هي بالنسبة لي 9 بس تربيع في الارتفاع اللي هو 14. يبقى أنا بالنسبة لي ده عبارة عن 9 تربيع مضروبة في 14 مقسومة على 3 اللي هي التلت، يعني 378 يا باشمهندس. يبقى حجم المخروط الأول 378 باي سنتيمتر ايه مكعب، وانا هجيب الحجم ودلالة الباي. عايز تحولها اكتبها على الآلة وهي تحولها لك على طول. طيب هنا يا باشمهندس معايا المسافة العمودية دي، يعني انا معايا ان الارتفاع ب 24 ومعايا المسافة من الرأس ونقطة على القطر، فده الراسم اللي هو لام، فاللام معايا ب 26، يبقى انا محتاج اوصل لنصف القطر. يبقى التانية دي هبدأ اجيب نصف القطر اللي هو عبارة عن جذر الوتر اللي هو بالنسبة لي 26 تربيع ناقص الارتفاع اللي هو 24 تربيع. احنا عارفين المثلث ده، وقلنا المثلث الوحيد في الدرس اللي بيربط الارتفاع بنصف القطر بطول الراسم. فأنا دلوقتي معايا اللام دي ب 26 ومعايا الارتفاع ب 24، محتاج أجيب نصف القطر. 26 تربيع ناقص ال 24 تربيع هتلاقيها طلعت معاك ب 10، ده التهليب بتاعه. يبقى أنا بالنسبة لي بقى إن الحجم رقم 2 هيبقى عبارة عن تلت باي النقل اللي هي ب 10، يبقى دي 10 تربيع في الارتفاع اللي هو 24. طبعا 24 ممكن نلعب 3 في 1 في 3 في 8، 10 تربيع ب 100، 100 في 8 يبقى 800 باي سنتيمتر ايه مكعب. يبقى انا بالنسبه لي قدرت اوصل للحجم الثاني ومفيش فيه ادنى مشكله. رقم 3 يا باشمهندس مديني المسافه ما بين الراس دي ونقطه على القطر، يعني انا معايا اللام بيساوي 13 ومعايا المسافه من هنا، وكان لازم يوضح ان هو ده المركز ما علينا، فدي بالنسبه لي ان نق هنا بتساوي كام؟ 5. طبعا قلنا المثلث اللي مفيش غنى عنه اللي بيربط طول الراسم بالارتفاع بنصف القطر، فانا معايا دلوقتي اللام ب 13 ونصف القطر ب 5، يبقى اذا الارتفاع بيساوي جذر الوتر اللي هو 13 تربيع ناقص الضلع 5 تربيع. هتحسب الحسبه دي هتطلع معاك ب 12. يبقى الحجم رقم 3 او حجم الشكل الثالث هيبقى عباره عن تلت باي نصف القطر تربيع مع نصف القطر 5، يبقى 5 تربيع في الارتفاع اللي هو 12. هنا على 3 في 1 على 3 في 4، 5 تربيع ب 25 في 4 يبقى 100 باي سنتيمتر ايه مكعب. يبقى انا كده قدرت اثبت او احسب الحجم في الثلاث حالات. السؤال رقم 2 يا باشمهندس بيقول لي انا عايز منك المساحه الجانبيه والمساحه الكليه لكل مخروط قائم حسب البيانات المعطاه. هفكرك يا باشمهندس ان قانون المساحه الجانبيه عباره عن باي نق لام، وافكرك ان قانون المساحه الكليه عباره عن المساحه الجانبيه زائد مساحه القاعده اللي احنا اختصرناه في باي نق مضروبه في لام زائد النق. ما انا لو وزعت دي هيبقى باي نق لام وبعدين باي نق تربيع اللي هي مساحه الدايره. تمام، طيب يبقى خلي بالك انت محتاج النق ومحتاج اللام في القانونين، ما يهمنيش الارتفاع. تمام، ففي اول مساله اللام بكام؟ ب 12 لان المسافه من الراس ونقطه على القطر، ومعايا نصف القطر بكام؟ ب 6،
فهنا اللام وهنا النقل الموضوع سهل، يبقى المساحة الجانبية رقم واحد بتساوي، ركز بقى معايا يلا، باي في نق اللي هي 6 في الهام اللي هي 12. طبعا 12 في 6 يبقى 72 باي سنتيمتر ايه؟ مربع، تمام. تعال نجيب المساحة الكلية. القانون اهو يا باشمهندس مجهزه لك، باي نق يبقى 6 باي لأن النق ب 6. في لام زائد نق، اجمع ال 12 واجمع ال 6 اهو 12 زائد 6. طبعا 12 زائد 6 18، 18 في 6 18 في 6 ب 108، يبقى اذا المساحه الكليه ب 108 باي سنتيمتر ايه؟ مربع. ده الشكل رقم واحد. طيب تعالى نروح للشكل رقم 2. طبعا هو مديني المسافه دي اللي هي عموديه يبقى الارتفاع بيساوي 12، ومدي لي دي يا باشمهندس اللي هي نصف القطر يبقى نصف القطر ب 9. زي ما قلت لك انت محتاج في القانون نق ولام، يبقى انا هحسب اللام. طب احسبها منين؟ من اشهر مثلث موجود معاك اهو، الراسم الارتفاع نصف القطر. فانت الوقت معاك الارتفاع ب 12، معاك نصف القطر ب 9، يبقى انت محتاج الوتر، يبقى اللام بيساوي جذر 9 تربيع زائد 12 تربيع اللي هي بالنسبه لي 15 سم. يبقى انا كده وصلت ان طول الراسم ب 15 سم. تعالى بقى نحسب المساحه الجانبيه رقم 2 اللي هي باي في نصف القطر اللي هو 9 في الراسم اللي هو 15، يبقى بالنسبة لي الإجابة 15 في 9. 15 في 9 بكام؟ ب 135، يبقى 135 باي. طيب تعالى نحسب المساحة الكلية، قانونها ما قلت لك اهو، باي نق، النق ب 9 يبقى 9 باي. في لام اللي احنا جبناها بالنسبة لي 15 زائد النق اللي هو 9، 15 و 9 24، يبقى 24 في 9. 24 في 9 يعني بالنسبة لي 216 باي، يبقى 216 باي سنتيمتر ايه؟ مربع، وهنا برضو سنتيمتر مربع. فده كده بالنسبة لي الشكل رقم 2، وبرضو مفيش فيه أدنى مشكلة بفضل الله. شكل رقم 3 مديلي المسافة العمودية دي، يعني مديني إن الارتفاع ب 13، ومديلي من هنا اللي هي الرأس لحد نقطة على القطر ب 15 اللي هو الراسم. طب ما تيجي نرسم المثلث اللي احنا محتاجينه واللي بيربط اللام بالعين بالنق. فانا دلوقتي معايا اللام دي ب 15 ومعايا الارتفاع ده ب 13، يبقى فاضل مين؟ نصف القطر، يبقى نصف القطر بيساوي جذر 15 تربيع ناقص 13 تربيع. اعتقد دي مش محفوظه او مش رقم تقليدي، جذر 15 تربيع ناقص 13 تربيع، تمام كده، يبقى 2 جذر 14 خلاص سنتيمتر. يبقى بالنسبة لي المساحة الجانبية بقى للشكل رقم 3 باي في نصف القطر اللي هو 2 جذر 14 في، قلنا باي نق لام، ما هو اللام معانا بكام؟ اللام معانا ب 15. طبعا 2 في 15 ب 30، وادي الجذر 14 وادي الباي، والكلام ده سنتيمتر مربع. طيب المساحة الكلية رقم 2 اللي هي باي نق، النق ب 2 جذر 14 مضروبة في الباي. في لام زائد نق، اللام اللي هو بالنسبة لي 15 زائد 2 جذر 14 اللي هو مين؟ اللي هو نصف القطر. خلاص الكلام جميل جدا وزي الفل. انت بقى ممكن تظبط شكل المسألة دي، مفيش فيها مشكلة خالص. يعني اظبطها ازاي يا باشمهندس؟ انت عندك هنا بالنسبة لي باي، فانت ممكن تسيب الباي بره وتضرب ال 2 جذر 14 في ال 15، فهيبقى بالنسبة لي هيسيب الباي بره كده، واضرب ال 2 جذر 14 في ال 15، 2 في 15 يبقى 30 جذر 14. 2 جذر 14 في 2 جذر 14 اللي هي 4 في 14، 4 في 14 اللي هي 56، يبقى زائد 56، الكلام ده سنتيمتر مربع. ممكن تسيبها كده، ممكن تشيل الباي من هنا خالص وتحطها هنا كشكل يعني ايه تزويقي. عايز تحسبها كلها على بعض مفيش ادنى مشكله، والله كل الكلام ده صح. هو غالبا في الامتحان بيجيبها لك الارقام بتاعتها مظبوطه. ده كده السؤال رقم 2، سؤال تقليدي خالص ومفيش فيه ادنى مشكله. السؤال رقم 3 يا باشمهندس، تعالى نشوف كده بيقول لي ايه. بيقول لي مخروط دائري قائم طول الراسم ب 17، يبقى هو قال لك اول معلومه ان اللام ب 17، وقال لك ان ارتفاعه ب 15، تمام جدا. عايز مني المساحه الجانبيه، والمساحه الجانبيه اللي هي باي نق لام، يبقى انا محتاج نصف القطر. طب مين اللي هيجيب لي نصف القطر؟ قلنا هو مثلث واحد بلجأ له في الحالات اللي هي دي. ادي لام وادي عين وادي نق. اللام ب 17، العين ب 15، يبقى فاضل نصف القطر اللي هو جذر الوتر اللي هو 17 تربيع،
ناقص الضلع اللي هي 15 تربيع. طبعا 17 15 الضلع التالت بتاعهم 8. تمام تمام قوي. طيب يبقى بالنسبه لي ان المساحه الجانبيه باي في نق اللي هي 8 في لام اللي هي 17، يبقى 17 في 8، 17 في 8 يعني 136. يبقى بالنسبه لي 136 باي سنتيمتر مربع. المساحه الكليه اللي هي باي نق في لام زائد النق. تمام، يبقى المساحه الكليه بتساوي النصف القطر جبناه بكام؟ ب 8، يبقى 8 باي في لام اللي هي 17 زائد النق اللي هي 8. 17 و8 25، 25 في 8 ب 200، يبقى 200 باي سنتيمتر مربع. عايز مني الحجم اللي هو تلت باي نق تربيع عين، اللي هو تلت مساحة القاعدة في الارتفاع، يبقى الحجم بيساوي تلت وادي الباي. نق تربيع اللي هو 8 تربيع ب 64 في الارتفاع يا باشمهندس اللي هو 15، على 3 فعل 1 على 3 فعل 5، يبقى دي 5 في 64، 5 في 64 يعني 320، يبقى الإجابة 320 باي، بس سنتيمتر إيه؟ مكعب، لأن ده بالنسبة لي حجم يا باشمهندس. خلاص كلام جميل وزي الفل. السؤال رقم 4 بيقول لي أنا عايز منك بدلالة الباي محيط ومساحة قاعدة مخروط دائري قائم. خلي بالك المحيط اللي هو محيط دايرة اللي هو 2 باي نق، ومساحة اللي هي مساحة الدايرة اللي هي باي نق تربيع، وبيقول لك إن الارتفاع ب 24 وطول الرسم بكام؟ ب 26. طبعا واضح في القانونين ان انا محتاج نق لا محاله. طب مين اللي بلجا له في الحالات دي؟ مثلث واحد بس، ادي اللام وادي العين وادي النق. طيب اللام بكام؟ 26. الارتفاع بكام؟ 24. يبقى بالنسبه لي نصف القطر عباره عن جذر الوتر اللي هو 26 تربيع ناقص الضلع 24 تربيع. 26 و24 اعتقد عملناها 10 تقريبا، 10 يبقى 10 سم. تمام كده، تمام قوي، تمام 10 صح. طيب هو عايز مني بقى المحيط اللي احنا قلنا عليه 2 باي نق نصف القطر ب 10 اضربها في 2 يبقى 20، يبقى 20 باي سنتيمتر. طب تعالى عايزين المساحه اللي احنا قلنا باي نق تربيع، النق ب 10، 10 تربيع ب 100 يبقى 100 باي، بس ليه مساحه؟ يبقى سنتيمتر ايه؟ مربع. ده سؤال مباشر ومفيش فيه ادنى مشكله. السؤال رقم 5 بيقول لي ايه؟ بيقول لي بيوضح الشكل المقابل شبكة مخروط قائم مستعينا ببيانات عايز مني الارتفاع. ماشي، خلي بالك المخروط قلنا بيتكون من قاعدة وقطاع دائري. تمام، هو مديلي شوية معلومات لا غنى عنها يا باشمهندس. أول حاجة إن ميم ألف بيساوي ميم ب بيساوي 21. إيه الميم ألف ده؟ نصف قطر القطاع، وإحنا قلنا نق القطاع بيساوي لام المخروط اللي هو رسم المخروط، يبقى بيساوي 21. يبقى انا اول معلومه استفدتها ان لام ب 21 سم. تاني حاجه مديك طول القوس ا ب، تمام، يعني هو مديك طول القوس ا ب ب 44 سم. طب ما احنا عارفين برضو ان طول قوس القطاع بيساوي محيط قاعده المخروط، يعني طول قوس القطاع اللي هو 44 بيساوي محيط قاعدة المخروط اللي هي محيط الدايرة اللي هي 2 باي نق. يعني بالنسبة لي 44 بيساوي 2 في باي اللي هي 22 على 7 في نصف القطر. طبعا 2 في 22 ب 44 هتروح مع دي، فيفضل لي 1 بيساوي نق على 7، لما يبقى الناتج 1 يبقى إذا النق بيساوي 7 سم. خلاص أنت محتاج إيه تاني؟ ما أنت معاك اللام ومعاك النق. تمام أوي يا باشمهندس. مين اللي بلجأ له في الحالات دي؟ مثلث واحد فقط اللي هو لام عين نق. اللام ب 21، نصف القطر ب 7، يبقى الارتفاع بيساوي جذر الوتر اللي هو 21 تربيع ناقص نصف القطر اللي هو 7 تربيع. يبقى بالنسبة لي جذر 21 تربيع ناقص 7 تربيع ب 14 جذر 2 سنتيمتر. يبقى أنا كده يا باشمهندس وصلت للمعلومة اللي هو عايزها. الرياضة محتاجة طالب فاهم ليس إلا سردان. السؤال بعد كده باشمهندس بيقول لي الشكل المقابل بيمثل شبكة لمجسم مخروط قائم مقاوم من قطاع دائري مساحته 20 باي سنتيمتر. هو كل الفكرة هنا إن هو بيفكرك بمساحة القطاع الدائري، ولو أنت فاكر معايا مساحة القطاع الدائري إحنا جبنا كذا قانون، كان أول قانون فيهم واللي هو نص لام شرطة نق شرطة، قلنا بس أنا بحط شرطة وشرطة عشان أفرق.
وكان بيساوي نص ناقة تربيع سيتا دائري، صح؟ وكان بيساوي برضو سيتا بالدرجات في باي على 360، المفروض بالنسبة لي في ناقة ايه؟ في ناقة تربيع. دول 3 قوانين، تمام؟ طب هو بيقول لك ان مساحته 20 باي وطول القوس ا ج ب ب 8 باي. المعلومة دي انا هبتدي بيها ليه؟ هتجيب لي نصف القطر واحنا عارفينها ليه؟ انت عارف ان طول قوس القطاع بالعربي بكتبها لك بيساوي محيط قاعدة المخروط. انا بحط نق شرطة عشان افرق نق القاعدة من نق القطاع، تمام؟ تمام قوي. فطول القوس اللي هو 8 باي بيساوي محيط القاعدة بتاعت المخروط اللي هي 2 باي نق. هشيل الباي مع الباي وهقسم هنا على 2 وهنا على 2، هيطلع اول معلومة ان نصف قطر قاعدة المخروط ب4. عشان اوصل للارتفاع لازم اوصل لطول الراسم. طب سهلة طول الرسمة، مش مهندس انا هجيبها منين؟ ما انا عارف ان نصف قطر القطاع او نق القطاع بيساوي راسم المخروط، والنق شرطة هي نصف قطر القطاع. طب ما سهلة بقى، انا الوقت معايا 20 باي، هقول بتساوي نص في اللام شرطة اللي هو طول قوس القطاع اللي هي 8 باي في نق شرطة اللي هي نق القطاع اللي انا عايزها اصلا. طب مبدئيا كده انا اشيل الباي مع الباي، و8 على 2 فيها ال 4، يعني دي كانها 4 على 4 في 4 على 4 في 5، يبقى انا وصلت ان نق شرطه اللي هي بالنسبه لي 5، وقلنا نق شرطه اللي هي نصف قطر القطاع بيساوي رسم المخروط اللي هي اللام، يبقى انت وصلت كده للام ب 5 سم. طبعا 4 5 3 من غير ما تفكر، بس تعالى بقى ايه اقول لك جت منين برضو عشان تبقى مركز. المثلث اللي ما فيش غيره لام عين نق، اللام ب 5 النق ب4، يبقى الارتفاع بيساوي جذر 5 تربيع ناقص 4 تربيع ب3 سم. يبقى انا كده يا باشمهندس وصلت للمعلومات اللي انا عايزها، وده سؤال جميل جدا جدا. السؤال رقم 7 بيقول لي ايه؟ بيقول لي الشكل المقابل بيمثل شبكه لمجسم، صفر المجسم طبعا قطاع دائري مع قاعده، فاكيد ان ده مخروط دائري قائم. خلي بالك انت عندك في المنهج المخروط الدائري القائم، لان المخروط ليه كذا نوع بس هو ده اللي عليك في المنهج، تمام؟ بيقول لي ثم اوجد ارتفاعه، اذا علمتها ان ميم الف ميم ب ب 25، ميم الف وميم ب اللي هي نصف قطر القطاع، واحنا عارفين ان نق القطاع بيساوي راسم المخروط اللي هو اللام، يبقى انا كده وصلت ان اللام بكام؟ 25. برافو عليك قوي. بيقول لي ومساحه الدايره نون اللي هي مساحه القاعده، طب ما انا عارف ان 49 باي بتساوي مساحة الدايرة اللي هي باي نق تربيع. شيل الباي مع الباي، جذر وجذر يبقى نصف القطر جذر 49 اللي هو 7. يبقى انت كده وصلت ان الراسم ب 25 ونصف القطر ب 7. انت عايز ايه؟ انا عايز ارتفاعه. المسألة خلصت يا باشمهندس. ادي المثلث، ادي لام، ادي عين، ادي نق. ما انا وصلت ان الرسم المخروط ب 25، وصلت ان نصف قطر 7. يبقى الارتفاع بيساوي جذر الوتر اللي هو 25 تربيع ناقص الضلع اللي هو 7 تربيع يبقى 24 سنتي، تمام؟ 7 24 25 هو ده السؤال رقم 7، وطبعا اسهل بكتير جدا جدا من السؤال رقم 6. السؤال رقم 8 بيقول لي تغلف الالبان المثلجه في مخروط دائري قائم بطي قطعه من الورق العازل الحراره على شكل قطاع دائري طول نصف قطر الدايره 12. خلي بالك انه بيقول لك ان نصف قطر القطاع اهي نق القطاع بيساوي لام المخروط اللي هو راسم المخروط، وهو قال لك ان هي 12 سنتي، يبقى انت وصلت معلومه ان راسم المخروط ب 12 سنتي. بيقول لك ان مساحته، مساحه مين؟ مساحه القطاع، يبقى انت معاك مساحه القطاع اللي هي عباره عن نص لام شرطه في نق شرطه بتميزهم بس عن المخروط، قال لك الكلام ده ب 150. طيب لو ضربت هنا في 2 ضربت هنا في 2 يبقى لام شرطه نق شرطه بيساوي 150 في 2 بيلاقي 300. طب ما انت معاك ان نصف قطر القطاع ب 12، هو قال لي يبقى لام شرطه في 12 ب 300، هنا على ال 12 هنا على ال 12، يبقى اذا اللام شرطه بيساوي 300 على ال 12 بكام؟ سوري 300 على مش فيه ب 25. يبقى انت وصلت ان لام شرطه ب 25 اللي هو طول قوس القطاع، تمام؟ أنا لسه مش عارف هو عايز إيه. بيقول لي بحيث يتلامس نصف قطري دائرة أ ب و أ ج أوجد ارتفاع المخروط. عشان أوصل لارتفاع المخروط عايز الرسم ونصف القطر. طب ما أنا عارف إن لام شرطة اللي هي طول قوس
القطاع بيساوي محيط قاعدة المخروط. يعني ال 25 بتساوي محيط القاعدة اللي هو 2 باي اللي هي 22 على 7 في نق، نق دي اللي هي قاعدة المخروط، تمام كده؟ تمام. كل ما هعمل ادي النق وادي ال 25، دي 2 على 1 فهتروح الناحية التانية بنص، دي 22 على 7 هتروح الناحية التانية ب 7 على 22، فهتحسب الحسبة دي كده اللي هي 25 في 7 على 2 في 22 دول اللي في المقام، فتطلع بالنسبة لي تقريبا ب 3.97%. خلاص ده كده بالنسبة لي نصف القطر يا باشمهندس. تمام. طب هوصل بقى يا باشمهندس لباقي المسألة ازاي؟ طيب معلش احنا كده طلعنا ايه، هنكتبها بس هنا ان نصف القطر ب 3.97. تمام. تعال نكمل. انا دلوقتي يا باشمهندس معايا معلومتين، اللام وادي العين وادي النق. اللام ب 12 ونصف القطر ب 3.97، يبقى الارتفاع بيساوي جذر الوتر اللي هو 12 تربيع ناقص الضلع اللي هو 3.97 ايه؟ تربيع. يبقى ادي جذر 12 تربيع ناقص الانصر اللي احنا لسه جايبينها تربيع، فتطلع معايا يا باشمهندس ب 11.32 سنتيمتر. ده برضه سؤال جميل جدا جدا ومحتاج طالب فاطم زي ما ماما طلعها كده 11.3. السؤال بعد كده يا باشمهندس وركز كده معايا برضو عشان ايه يعني الاسئله هتبدا باذن الله يبقى نمطها جميل. بيقول لي انا عايز منك لاقرب رقم عشري واحد المساحه الكليه لمخروط قائم طول قطر القاعده ب 10، ما يهمنيش طول القطر، يهمني النق. النق هيبقى ب 5 لان القطر ب 10 وارتفاعه، يبقى هو مديك العين بكام؟ ب 12 سم. والله يا باشمهندس انت عايز المساحه الكليه، اكتب لي قانون عشان تعرف انت عايز ايه. المساحه الكليه بتساوي باي نق في لام زائد النق. تمام قوي. يبقى انت محتاج لام ونق، معاك نق وعين واحد بس اللي بلجا له في الحالات دي، ادي لام ادي عين ادي النق المثلث المشهور جدا. العين ب 12 والنق ب 5، يبقى اللام اللي هو الوتر جذر 12 تربيع و5 تربيع ال 13، 12 5 13. يبقى المساحة الكلية هتساوي نق اللي هي 5 في باي، يبقى 5 باي في لام اللي هي 13 زائد نق اللي هي بالنسبة لي 5. خلاص؟ خلي بالك لو عايز لأقرب رقم عشري واحد يبقى أنا هحسب الحسبة دي، يبقى 5 شيفت باي في 13 زائد 5 اللي هي 18. 90 باي، إن أنا هضغط الإجابة كده يبقى 282 على ما بقى لأقرب رقم عشري واحد، الأربعة دي مش هتزود السبعة، يبقى الـ 7 من 10 سنتيمتر مربع. وده كده سؤالك خلص يا باشمهندس بجد. اه والله الموضوع بسيط. السؤال رقم 10 بيقول لي انا عايز منك حجم مخروط دائري قائم محيط القاعده. طبعا القاعده عباره عن دايره ومحيط الدايره 2 باي نق، وقال لك ان المحيط ب 44. تمام. يبقى 2 في باي اللي هي 22 على 7 نق يساوي 44. طبعا 2 في 22 ب 44 هتطير مع دي، فيفضل نق على 7 بيساوي 1، لما يبقى الناتج 1 البسط بيساوي المقام يبقى نصف القطر بكام؟ ب 7. معايا نصف القطر ب 7 ومعايا الارتفاع ب 25، طب هو عايز مني الحجم، اكتب كده قانون الحجم اللي هو عباره عن تلت باي نق تربيعي. تمام. ادي تلت وادي الباي. نصف القطر اللي هو 7، 7 تربيع ب 49 في الارتفاع، الارتفاع اللي هو 25. خلاص؟ هي دي بالنسبة لي يا باشمهندس، يبقى 49 في 25 على 3 اللي هي بالنسبة لي 408.3 باي. طيب هو مطلعها برقم كده يا باشمهندس عادي، لو انا قمت ضارب الرقم ده في باي وقمت ضاغط اس دي هيطلع 1282.8 اللي هو نفس الرقم 1282.8 سنتيمتر ايه مكعب. هو مطلعها 1283 اعتقد، لا هي 1282.8 بالظبط. لا إيه انت عايز تسيبها كده مفيش مشكله، عايز تغيرها دي حريه ليك، وباذن الله الاجابتين هيتحسبوا لك صح، لان هو انا مش عايزها لاقرب حاجه ولا قال لك بدلاله الباي. طيب تعالى نشوف السؤال اللي بعده بيقول ايه يا باشمهندس. السؤال رقم 11 بيقول لي في الشكل المقابل انت معاك مخروط دائري قائم. ماشي. بيقول لي مخروط دائري قائم في قياس زاوية أ م ب ب 30، الزاوية اللي فوق دي ب 30 ودي ب 90 يبقى دي ب 60، فده مثلث 30 60.
فانت عندك طول الضلع المقابل للزاويه 30 نص الوتر، يبقى بالنسبه لي ان ا م ب 10. طول الضلع المقابل للزاويه 60 نص الوتر جذر 3، نص ال 10 5 اضربها بجذر 3 يبقى الم ب 5 جذر 3. ده ايه ده يا باشمهندس اللي انت حسبته ده؟ ده هندسه الشكل، تمام؟ فانا كده بالنسبه لي معايا ان الارتفاع بيساوي 5 جذر 3، ومعايا كمان يا باشمهندس ان طول الراسم اللي هو ده م ا ب 10، ومعايا ان نصف القطر ب 5. ده الله عليك، انت كده خلصت مسالتك بدون ادنى مشكله، تمام؟ كل ما عليك هترسم له مثلث ال 30 ال 60 تحط له الارقام، وعايز منك المساحه الجانبيه اللي هي عباره عن باي نق لام. ادي باي ونصف القطر ب 5 واللام ب 10، 10 في 5 يبقى 50 باي سنتيمتر مربع. بعد كده عايز منك المساحة الكلية اللي هي باي نق في لام زائد النق، نصف القطر ب 5 يبقى دي 5 باي في اللام اللي هي 10 زائد النق اللي هي 5، 10 زائد 5 15، 15 في 5 ب 75 باي سنتيمتر ايه؟ مربع. بس سؤال رقم 12 بيقول لي مخروط دائري قائم طول نصف قطر الدائرة ب 8، يبقى النق ب 8، وبيقول لك ان المساحه الجانبيه اللي هي باي نق لام ب 96. طب انا الوقت وصلت ان باي في نق في لام ب 96 باي، فانا هشيل الباي مع الباي، وانا معايا نصف القطر ب 8، يبقى 8 لام بيساوي 96. اقسم هنا على 8 وهنا على 8، يبقى اللام بتساوي 96 على 8 اللي هي 12، تمام؟ يبقى انا كده وصلت للام يا باشمهندس. طب هو عايز منك الحجم، الحجم اللي هو تلت باي نق تربيع عين، تلت باي نق تربيع عين، يبقى انت عايز توصل للارتفاع. مين اللي بلجأ له في المواقف دي؟ المثلث الوحيد اللي هو بيربط لام بعين بنق. اللام بكام؟ ب 12، نصف القطر بكام؟ ب 8، يبقى فاضل الارتفاع اللي هو جذر الوتر 12 تربيع ناقص الضلع 8 تربيع، تمام؟ هنشوف الكلام ده، ادي جذر 12 تربيع ناقص 8 تربيع ب 4 جذر 5. خلاص؟ تعالى بقى نبدأ نحسب الحجم اللي هو تلت، وادي الباي، نصف القطر اللي هو 8، 8 تربيع ب 64، في الارتفاع اللي هو 4 جذر 5، يبقى تلت مساحة القاعدة في الارتفاع. تعالى نحولها على طول، مفيش فيها مشكلة بقى، يبقى بالنسبة لي تلت مضروب في الباي مضروب في ال 64 مضروب في 4 جذر 5، الكلام ده يطلع ب 599. هو عايز لأقرب حاجة؟ لأقرب رقم 10 واحد، ماشي. ادي 599، طبعا الخمسه هتزود الاربعه تخليها نص، يبقى 599 ونص سنتيمتر مكعب، لان هنا بالنسبه لي ايه؟ بالنسبه لي حاجه. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس السؤال رقم 13، تعال نشوف بيقول لك ايه. بيقول لي ان ا وب كاسان للشراب، بيقول لي ايهما ساعته اكبر واوجد الفرق بين الساعتين. طبعا الاثنين بالنسبه لي هما مخروط، تمام؟ الاثنين بالنسبه لي موضحين ان هو مخروط. الساعه لازم تبقى عارف ان هي الحجم، تمام؟ فانت كده هتعتمد القانون اللي هو تلت باي نق تربيع عين، والمعلومتين معاك. يعني مثلا حجم الف، ركز بقى معايا، هيبقى تلت وادي الباي في نصف قطر، خلي بالك هو مديك القاعده كلها بخمسه، يبقى نصف القطر 5 على الاثنين، ومديك الارتفاع اهو اللي هو بالنسبه لي 11، تمام؟ ممكن بقى تحسب الحسبه دي كده اللي هي 5 في 11 على 6، تمام؟ 5 في 11 ب 55، يبقى 55 على 6 باي سنتيمتر ايه؟ مكعب. انا ما بسطتهاش، ضربت ال 5 في ال 11 و 3 في ال 2، تمام؟ طب تعالى نجيب الحجم بتاع ب، ادي يا باشمهندس تلت باي برضه، نصف القطر يبقى 11 على ال 2. في الارتفاع اللي هو 5 تربيع، سوري احنا قلنا ايه؟ لا 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 احنا غلطانين طبعا، ده نق تربيع يا باشمهندس، انت بتعمل ايه؟ معذرة الغلط من عندي انا طبعا، معلش. ادي حجم ا هيساوي تلت باي نق اللي هي 5 على 2 تربيع في الارتفاع اللي هو 11، ده كلام مظبوط بقى كده، تمام؟ يبقى انت ممكن تعمل كده، افتح قوس، ادي 5 على 2 الكل تربيع مضروبة في 11 في تلت، تطلع 275 على 12، 275 على 12 باي سنتيمتر ايه؟ مكعب. انت عايز تحولها مفيش ادنى مشكله، تعال نجيب حجم 2 تاني او باء اللي هو تلت
باي. نصف القطر قلنا 11 على 2 تربيع في الارتفاع اللي هو 5، يبقى بالنسبة لي يا باشمهندس معايا 11 على 2 الكل تربيع في 5 في 3، اللي هي بالنسبة لي 605 على 12، 605 على 12 باي سنتيمتر مكعب. طالما الاثنين نفس المقام يبقى البسط الكبير هو الكبير، يبقى طبعا اكيد ان حجم ب اكبر من حجم الف. بيقول انا عايز منك الفرق ما بين الساعتين، اقول له الفرق اللي هو حجم ب ناقص حجم الف اللي هو هيبقى 605 على ال 12 باي ناقص 275 على 12 باي. اطرح البسط من البسط، يبقى 605 ناقص 275 يعني 330 على ال 12 باي سنتيمتر مكعب. انت عايز تحولها مفيش فيها ادنى مشكله. طيب 330 على ال 12 اللي هي 55 على 2، عشان ما استغربش الاجابه بس هي ليها تبسيط، اللي هي 55 على ال 2 باي سنتيمتر مكعب. تمام، ده السؤال رقم 13. السؤال اللي بعده السؤال رقم 14 يا باشمهندس، بيقول لي في الشكل المقابل اذا كان الجهه ب 3 على 5. طيب ركز معايا، معلش انا هنقل المثلث ده بره اللي هو ا د ب، الجهه مقابل يبقى ده نسبته 3، خلي بالك مش طوله، ادي زاويه والوتر ب 5، من فيثاغورس يبقى ده نسبته 4، لان المثلث ده بالنسبه لي 3 4 5، عايز تحط ثابت تناسب 3 م 4 م 5 م مفيش مشكله. بيقول لك ان ارتفاع المخروط اللي هو الالف د ب 12، يبقى انا بالنسبه لي ان ال 4 م بتساوي 12، اقسم على ال 4 يبقى ال م ب 3. يبقى المثلث الجميل ده بقى عباره عن ايه؟ ركز معايا، دي ب 12، جبنا ال م ب 3 يبقى دي 3 في 3 ب 9 ودي 5 في 3 ب 15. عرفت كل حاجة فيه يا باشمهندس، لأن ده الارتفاع وده بالنسبة للراسم وده نصف القطر. هو عايز مني المساحة الكلية، المساحة الكلية اللي هي باي نق في لام زائد النق. نصف القطر بتسعة يبقى دي 9 باي في اللام اللي هي بالنسبة لي 15 زائد النق اللي هو 9. 25 و9 24 يبقى 24 في 9. 24 في 9 يبقى 216 باي سنتيمتر مربع. تمام، يبقى انا بالنسبه لي كده يا باشمهندس قدرت اوصل لكل حاجه مفيش فيها ادنى مشكله. السؤال رقم 15 بيقول لك ايه؟ بيقول لي صهريج ماء على شكل مخروط قائم حجمه 32 باي وارتفاعه كذا. طيب انا عارف ان حجم المخروط اللي هو تلت باي نق تربيعين، هو قال لك ب 32 باي. طيب هشيل الباي مع الباي بعد اذنك، تمام، فيفضل لي تلت في نق تربيع، وقال لك ان الارتفاع ب 6 بيساوي 32 على 3 فعل 1 على 3 فعل 2 على 2 فعل 1 على 2 فعل 16، يبقى نق تربيع ب 16 جذر، المفروض موجب وسالب 4 بس انا هاخد الموجب بس، يبقى النق ب 4. يبقى انت وصلت ان الارتفاع ب 6 ونصف القطر ب 4، هو عايز مني نصف القطر جبته ب 4، خلي بالك الوحدات هنا بالمتر. بعد كده عايز مني المساحه الكليه، قانون المساحه الكليه في لام، يبقى لازم اوصل للام. طب اوصل لها ازاي؟ مفيش غيره حبيبنا، ادي لام ادي عين ادي نق. تمام، العين ب 6 والنق ب 4، يبقى بالنسبه لي ان لام بيساوي ده الوتر، يبقى جذر 6 تربيع زائد ال 4 تربيع. تمام، تمام قوي، ادي جذر 6 تربيع زائد ال 4 تربيع ب 2 جذر 13 سنتيمتر، يبقى المساحه الكليه بتساوي باي نق في لام زائد النق. نصف القطر ب 4 يبقى دي 4 باي في اللام اللي هي 2 جذر 13 زائد النق اللي هي بالنسبه لي كام؟ 4. تمام، زي ما قلت لك ممكن تسيب الباي كده، هتضرب 4 في 2 جذر 13 يبقى 8 جذر 13، تضرب ال 4 في 4 اللي هي 16 سنتيمتر سوري متر بقى مربع لان دي متر، يبقى 8 جذر 3 زائد 16 او 16 زائد 8 جذر 3 في الباي متر مربع يا باشمهندس، ويبقى انا كده مسالتي خلصت. تمام، تمام. السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول لي ايهما اكبر حجما؟ ركز بقى معايا، بيقول لي مخروط قائم طول نصف قطر القاعده 15 النق ب 15 والارتفاع ب 20. طبعا حجم المخروط لا غبار عليه، سهل جدا، ادي حجم المخروط اللي هو يساوي تلت باي نق تربيعين، ادي تلت وادي باي النق اللي هو 15 تربيع في الارتفاع اللي هو 20.
طيب تعالى كده نحسبه بدلالة الباي، يبقى 15 تربيع في 20 واقسم على 3 يبقى 1500 باي سنتيمتر ايه؟ مكعب. يبقى انا بالنسبة لي ده كده حجم المخروط يا باشمهندس، كلام عظيم وزي الفل. تعالى بقى نبدأ نحسب حجم التاني اللي هو هرم. بيقول لي حجم هرم ارتفاعه 40 ومحيط القاعدة 48. ركز معايا، الهرم رباعي المنتظم قاعدته مربع، فما يقول لك محيط القاعدة يعني محيط المربع اللي هو 4 لام، الأربعة لام ب48، هنا على الأربعة، هنا على الأربعة دي هتروح، يبقى اللام 48 على الأربعة فهل 12. طب افتكر لي حجم الهرم عبارة عن تلت مساحة القاعدة اللي هو المربع في لام تربيع اللي هو طول الضلع بنفسه في الارتفاع. باشمهندس أنا الوقت معايا ارتفاعه 40 وجبت اللام، طب ما أنت خلصت، برافو عليك، يبقى تلت في اللام اللي هي 12 تربيع في الارتفاع اللي هو بالنسبة لي 40. تمام تمام أوي، يبقى 12 تربيع مضروبة في 40 واقسم على 3 فطلعت ب 1920 سنتيمتر مكعب. طب انت عايز تقارن دي بدي، طبعا 1500 الباي ب 3 و14، فاكيد ان حجم المخروط اكبر لا محاله، تمام كده. بس انت عايز تحولها 1500 في الباي، هتطلع معاك اضغط اس دي كده اهو ب 4712 و 38 من 100 سنتيمتر مكعب. يبقى كده يا باشمهندس ان حجم المخروط اكبر من حجم الهرم. هو بيقول لك قارن الاثنين، فاقول له ان حجم المخروط اكبر من حجم الهرم. السؤال 17 بيقول لي مخروط دائري قائم، بيقول لك ان ارتفاعه عين وحجمه باي عين تكعيب. هو اللي قال لك برهن ان المساحه الجانبيه بتساوي مساحه السطح الجانبي للاسطوانه القائمه المتحده معه في القاعده والارتفاع. وانا عارف ان هو ده سؤال اثبات بس هو سهل. تمام، انت كده كده عارف ان حجم المخروط عباره عن تلت في مساحه القاعدة في الارتفاع. تمام كده؟ تمام. هو قال لك إن الكلام ده بيساوي باي عين تكعيب. طيب، اللي هي تلت ومساحة القاعدة اللي هي باي اي نق تربيع عين بيساوي باي عين تكعيب. فالوقت أنا هشيل الباي مع مين؟ مع الباي، وهشيل العين مع واحدة من الأس، فيفضل لك تلت نق تربيع بيساوي عين تربيع، لأن أنا شلت عين مع عين يا باشمهندس. تمام، لو ضربت هنا في 3 وضربت هنا في 3 يبقى نق تربيع، لان ده هتروح مع دي بيساوي 3 عين تربيع. طب ما تخلي العلاقه دي كده معانا يا باشمهندس ليه؟ لانه بيقول لك برهن ان مساحته الجانبيه، وانا عارف المساحه الجانبيه للمخروط اللي هي باي نق لام بتساوي مساحه السطح الجانبي للاسطوانه. واحده واحده كده هفكرك بقانون مساحه السطح الجانبي للاسطوانه. انا لو عوضت ادي الباي تمام وادي النق، طب انا عايز اللام بقى يا باشمهندس بدلالتهم. طب انا كنت بجيب اللام ازاي؟ مفيش غيره وحياه ربنا المثلث الجميل ده، ادي لام وادي عين وادي نق. فما كنت بجيب اللام اللي هي الوتر يبقى جذر ده تربيع اللي هو عين تربيع زائد نصف القطر تربيع. يعني بالنسبه لي ان لام اللي هي جذر عين تربيع زائد نق تربيع. تمام قوي، يبقى ادي الباي وادي النق، ركز معايا في اللي جاي دي، ادي جذر العين تربيع زائد النق تربيع. لو انت عايز تجيبها بدلالة الارتفاع وده اللي انا هعمله، فانا هشيل النق تربيع واحط مكانها 3 عين تربيع، فدي كده 3 عين تربيع. عين تربيع و3 عين تربيع يبقى 4 عين تربيع. حلو قوي، ركز بقى، الأربعة تطلع من تحت الجذر 2 وادي الباي وادي النق، وجذر العين تربيع اللي هي عين يبقى 2 باي نق عين. وكان بيقول لك بقى ان المساحة الجانبية للاسطوانة كانت بتساوي محيط القاعدة في الارتفاع، وقاعدة الاسطوانة هي دايرة محيطها 2 باي نق في الارتفاع اللي هو عين، يبقى فعلا 2 باي نق عين يا باشمهندس. خلاص وصلت، وصلت بأمر الله. فخلي بالك من المعلومة دي لأنها جميلة جدا جدا، بس ده سؤال إثبات بسيط كده. تعالى كده ناخد بريك صغير ونكمل باقي التمارين بأمر الله. بعد كده يا باشمهندس السؤال رقم 18 بيقول لي إيه؟ بيقول لي إناء اسطواني الشكل به ماء وغمر فيه جسم معدني على شكل مخروط قائم ارتفاعه 12 طول نصف قطر القاعدة 2 غمرا كاملا، فارتفع سطح الماء في الإناء بمقدار 1 سنتي أوجد طول قطر قاعدة الإناء. ركز بقى معايا، أنت دلوقتي يا باشمهندس حجم المخروط هي حجم المية اللي انزاحت، مش فاهم حاجة. مش إحنا قلنا لما جم يقيسوا حجم المخروط كانوا مالين إناء مية ووضعوا المخروط فيه غمروه، فلقوا إن تلت
تلت المايه دي طلعت بره، فده معناه ان حجم المخروط بيساوي تلت حجم الاسطوانه. فهنا نفس الفكره، تلت حجم الحاجه اللي هو كان موجود فيها، تمام؟ فانا بالنسبه لي هنا المايه اللي اتزاحت هي حجم المخروط، هي دي اللعبه اللي انا هلعب عليها. يبقى انا هعمل ايه؟ انا هجيب حجم المخروط اللي احنا عارفينه تلت مساحه القاعده اللي هي باي ناقص تربيعي، يبقى لي تلت وادي الباي. نصف القطر قال لك باتنين، بيبقى اتنين تربيع في الارتفاع اللي هو 12، تلاته في الواحد تلاته في الاربعة، اتنين تربيع باربعة في اربعة يبقى 16 باي سنتيمتر ايه؟ مكعب. لازم تبقى عارف ان حجم الماء اللي هو على شكل اسطوانة هو ده. يبقى انا بالنسبة لي ان حجم الماء اللي هو المزاح برضه ب 16 باي سنتيمتر ايه؟ مكعب. تمام كده؟ تمام وزي الفل. دلوقتي انت وصلت ان الحجم بتاع المخروط هو حجم الماء اللي هو 16 باي، وهو الوقت عايز طول قطر قاعدة الإناء. يبقى انت بالنسبة لي يا باشمهندس عايز توصل للاسطوانة من الآخر. طب ما انت عارف ان الاسطوانة المفروض ان الحجم بتاعها باي نق تربيع في عين، يبقى دي باي اللي هو مساحة القاعدة في الارتفاع، سماها نق شرطة تربيع في العين. ارتفاع الميه اللي اتزاحت اللي هي الواحد سنتي، ما هو قال لك ارتفاع سطح الماء، فالارتفاع اللي حصل اللي هو بيعبر عن حجم الميه طلع بواحد، يعني العين دي بواحد، فدي كده ملهاش اي لازمه. والباي هيروح مع الباي، فيفضل نق شرطه تربيع بيساوي 16 جذر وجذر، يبقى نق شرطه بيساوي 4، يبقى نصف قطر قاعده الاناء بيساوي كام؟ بيساوي 4. بس هو عايز منك طول قطر، عادي طول القطر اللي هو 2 نق شرطه، يعني 2 في 4 بيساوي 8 سنتي. ده سؤال جميل جدا جدا جدا. يعني أسئلة التطبيقات اللي موجودة على الدرس ده من أهمها سؤال الإناء والسؤال اللي جاي ده على طول اللي هو مكعب من الشمع، وهتلاقيه في نماذج وهتلاقيه في امتحانات محافظات كتيرة جدا. بيقول لك إيه؟ بيقول لك أنت معاك مكعب من الشمع طول حرفه 20 سنتي. صهرنا المكعب ده وتحول لمخروط ارتفاعه 21، عايز منه نصف قطر قاعدة المخروط إذا علم أن 12% من الشمع فقد أثناء عمليتي الصهر والتحويل. طيب أنا أول حاجة هجيبها هبدأ أجيب حجم المكعب، حجم المكعب اللي هو لو أنت فاكر لم تكعيب اللي هو طول الضلع في نفسه في نفسه، يعني 20 تكعيب آدي 3 أصفار و2 تكعيب ب 8، يبقى 800 سنتيمتر إيه؟ مكعب. هو قال لك لما احنا بنحوله للمخروط فقدنا 12% من الشمع، يبقى بالنسبة لي ان حجم المخروط هيساوي طبعا 1 ناقص 12%، يعني في 12% ضاعوا، يبقى فاضل 88% من مين؟ من حجم المكعب اللي هو 8000. طبعا زي ما انت عارف 88% اللي هي 88 على 100، يعني 88 على 100 مضروبة في كام؟ 8000، فيطلع 7040. يبقى انا بالنسبه لي ان حجم المخروط 7040 سنتيمتر ايه؟ مكعب. طيب ده اللي انا هبدا اشتغل عليه. هو عايز منه نصف قطر القاعده ومديلي الارتفاع. طب انا عارف ان حجم المخروط اللي هو 7040 بيساوي تلت باي نق تربيعي، يبقى 7040 بيساوي تلت في الباي اللي هي 22 على 7. نصف القطر محتاج ارتفاعه قال لك 21، على 3 فيها الواحد على 3 فيها السبعة، والسبعة هتروح مع السبعة، هيفضل 22، يبقى النق تربيع 22 نق تربيع 7040، هنا على 22 هنا على 22، يبقى النق تربيع بيساوي 7040 على 22، 7040 على 22 يبقى 320. خد الجذر بقى لأن أنت عايز نصف القطر، يبقى نصف القطر بيساوي 8 جذر 5 سنتيمتر. ده كلام مظبوط جدا جدا، ده سؤال جميل قوي. السؤال رقم 20 بيقول لي دورق مخروطي الشكل سعته، السعة قلنا هي الحجم، تمام؟ 2.2 لتر، عادي جدا، يعني انت ممكن تقول لي ان حجم المخروط، طبعا انت عارف ان اللتر 1000 سنتيمتر مكعب، يبقى دي 2.2 في 1000 اللي هي 2200 سنتيمتر ايه؟ مكعب. طيب انا عارف ان حجم المخروط اللي هو 2200 بيساوي تلت باي نق تربيعي، انت عايز ايه؟ هو عايز منك طول نصف القطر ومديك الارتفاع، نفس فكره المساله اللي فاتت، 2200 هتساوي تلت في باي اللي هي 22 على 7 في نصف القطر تربيع في الارتفاع 21، 3 في 7 ب 21، فهتطير مع دي
هيفضل لك برضو نفس الحكاية، 22 ناقص تربيع بيساوي 2200. هنا على 22، هنا على 22، ده هتروح يطلع لك ان النق تربيع بيساوي 100، دي مش محتاجه. جذر يمين، جذر شمال، الجذر يشيل لك الاس، يبقى النق بيساوي 10 سم. يبقى انت وصلت لنصف القطر ب10. خلي بالك معاك نصف قطر، معاك ارتفاع، كان ممكن ينوع ويقول لك هات لي طول الرسم بتاع المخروط، بس هو مش عايز ينوع، مفيش مشكله. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس، السؤال رقم 21 بيقول لي قطاع دائري م أ ب، طول نصف قطر دائرته ب 18 سم. ركز معايا كده، انا هرسم لك القطاع وهتفهم كل حاجة منه بأمر الله. أدي القطاع اسمه ميم ألف ب، قال لك إن النصف القطر، طبعا أنا عارف إن دي قد دي، فقال لك دي 18 يبقى أكيد دي برضه 18. بيقول لك إن الزاوية المركزية ب 60 درجة، طوي ولصق نصف قطر ليكون أكبر مساحة جانبية للمخروط قائم، عايز مني حجم هذا المخروط. طبعا إحنا عارفين إن المساحة الجانبية للمخروط هي مساحة القطاع، تمام؟ يبقى مساحة القطاع هي المساحة الجانبية للمخروط. أنا دلوقتي هستنتج كذا حاجة، وقلناها كتير جدا، إن ميم ألف بيساوي ميم ب بيساوي نق القطاع، وقلنا ان نصف قطر القطاع بيساوي لام المخروط. يبقى انا كده وصلت ان رسم المخروط بيساوي كام؟ بيساوي 18 سنتي. جميل قوي. انا عشان اوصل للحجم محتاج الارتفاع ونصف القطر. خلي بالك نصف قطر القطاع مش هو نصف قطر القاعده، ودي قلنا معلومه. طب انا هوصل لها ازاي؟ سهله جدا جدا. انا هجيب مساحه القطاع. طب مساحه القطاع اللي هي عباره عن ايه؟ مساحة القطاع الدائري عبارة عن نص في المفروض يا باشمهندس، أو أنا ممكن أعمل حاجة تانية خالص، ممكن أجيب طول القوس اللي هو الأيام شرط، ده طول القوس اللي هو طول القوس أ ب اللي هي عبارة عن سيتا دائري في نصف القطر. كلامك عظيم جدا. طيب يبقى اللام شرطة بتساوي سيتا دائري اللي هي 60 هضربها في باي وأقسمها على 180، دي تحويل من الدرجات للدائري، في نصف القطر اللي هو 18. عظيم. على 60 فيها 1، على 60 فيها 3، على 3 فيها 1، على 3 فيها 6، وهتطلع بالنسبه لك 6 باي سنتيمتر. طب ما احنا عارفين ان لام شرط اللي هي طول قوس القطاع بيساوي محيط قاعده المخروط، يعني اللام شرط اللي هي 6 باي بيساوي محيط القاعده اللي هي 2 باي نق، وقلنا النق ده غير النق اللي فوق. اشيل باي مع باي، وعلى 2 فيها 1 على 2 فيها 3، يبقى نصف قطر قاعده المخروط ب 3 سم. طب ما ده كلام عظيم جدا. ليه؟ انت وصلت ان لام ب 18، ووصلت ان نصف القطر ب 3، مين بقى غيره هتلجا له في المواقف دي؟ مفيش الا هو. لام عين نق المثلث ده نق ب 3، لام ب 18، يبقى الارتفاع بيساوي جذر الوتر اللي هو 18 تربيع ناقص الضلع 3 تربيع. تعال نشوف، ادي جذر 18 تربيع ناقص 3 تربيع يبقى ان 3 جذر 35 سنتيمتر. طيب تعالى بقى نبدا نجيب الحجم، الحجم اللي هو تلت باي نق تربيعي، يعني بالنسبه لي تلت، وادي الباي، نصف القطر، نصف القطر ب 3 في الارتفاع 3 جذر 35، شيل ال 3 مع ال 3 فيفضل لك 3 جذر 35 باي سنتيمتر. عايز تحولها مفيش مشكلة، تعالى نتأكد برضو من الناتج. 3 جذر 35 في شيفت باي تطلع معايا ب 55 و75 من 100. لا كده احنا عندنا حاجة غلط، أكيد أكيد في حاجة غلط. تلت باي نق تربيع مظبوط كده، دي 3 تربيع اللي هي 9. خلاص أنا شيل التلاتة دي مع التلاتة دي فيفضل لي 3 تربيع اللي هي 9 9، مش عارف ليه بنسى النق تربيع دي. تمام، يبقى 9 جذر 35 مضروبة في الباي يبقى 167 و27 من 100، 167 و27 من 100 سنتيمتر مكعب. أعتقد هو ده الرقم المظبوط، مظبوط قوي يا باشمهندس. لازم تبقى فاهم موضوع القطع ده، لأن ولا عايز يلعب في حاجة صعبة هيلعب في النقطة دي. بيقول لي ميم ألف ميم ب ربع دايرة، ماشي معايا ربع دايرة، ربع دايرة سهل جدا أهو، دي المركز وحط الألف والب زي ما تحب، تمام؟ طبعا دي نصف قطر ودي نصف قطر، دي نصف قطر 20، دي 20 ودي 20، طبعا الزاويه دي 90، مش محتاج اقول لك يعني. حولت الى سطح مخروط دائري قائم راسه م بحيث انطبق م ا على م ب، يعني لف، عايز منه نصف قطر قاعده المخروط وكذلك حجم ودلاله الباي، نفس فكره المساله اللي فاتت. عارف ان م ا تساوي م ب بتساوي نصف قطر القطاع اللي بتساوي طول الرسم بتاع المخروط، يبقى انا وصلت ان رسم المخروط 20. طب هبدأ أجيب طول
القوس ألف ب، نفس فكرة المسألة اللي فاتت، هتبقى سي تان دائري في ناقص. التسعين هضربها في فاي واقسمها على 180 حولتها لدائري في نصف القطر اللي هو 20. هنا 90 في 1 90 في 2 على 2 في 1 2 في 10 يبقى 10 باي. طب ما انا عارف ان طول قوس القطاع بيساوي محيط قاعده المخروط، بسمي دي ناقص اكتر، فال10 باي بتساوي 2 باي ناق، شيل الباي مع الباي على 2 في 1 2 في 5 يبقى نصف القطر ب 5 سنتي. كده وصلت لنصف القطر، عايز مني الحجم. الحجم فيه ارتفاع، فانت معاك لام ومعاك نق، مين اللي هتلجأ له؟ عظيم، ادي لام ادي عين ادي نق، النق بخمسة تمام. اللام بكام؟ اللام بعشرين، يبقى الارتفاع بيساوي جذر الوتر اللي هو 20 تربيع ناقص الضلع 5 تربيع. هتحسب الكلام ده، ادي جذر 20 تربيع ناقص 5 تربيع ب5 جذر 15 سنتيمتر. طيب وعايز منك مين؟ الحجم اللي هو تلت باي نق تربيعي، ادي تلت وادي باي، نصف القطر 5، 5 تربيع ب25، فعين اللي هي 5 جذر 15 تمام كده؟ تمام. بس هي اعتقد هي دي الحسبه، 25 في 5 ب 125 جذر 15 على 3 باي سنتيمتر مكعب، زي ما هو مطلعها بالظبط، ارقامنا مظبوطه الحمد لله. نبتدي بقى نروح لفكره ثانيه مهمه جدا جدا، وانصحك تشوف بدايه التلخيص في فيديو الاختر اللي هو موضوع الدوران، تمام؟ لان الدوران ده انا شرحته بالتفصيل في كل انواع المثلثات. بيقول لك ا ب ج مثلث قائم الزاويه ب، ركز بقى معايا، معاك مثلث اسمه ا ب ج قائم الزاويه ب، الالف ب ب 6 الب ج ب 8 من فيثاغورس الالف ج ب 10 اهو، الالف ج بيساوي جذر 6 تربيع زائد 8 تربيع اللي هو جذر 100 بكام؟ ب 10. جميل قوي. عايز حجم الجسم الناشئ من دوران مثلث ا ب ج، دوره كامله حول ب ج، قلنا مليون مره وكتير جدا ان اللي بيدور حواليه هو الثابت وهو الارتفاع، يعني الباء ج ده هو الثابت اهو وهو الارتفاع. طيب ركز معايا، طالما بقى ج ثابته يبقى انا هرسم صوره ا، يبقى ا بدل ما هي فوق هتبقى تحت كده ا شرطه، اوصل دي اوصل دي، هو ده يا باشا المخروط بتاعك. جميل جدا كده، انت معاك الارتفاع قلنا الضلع الثابت اللي هو 8، والضلع الثاني بيبقى نصف القطر، يبقى معاك ان نصف القطر بيساوي كام؟ بيساوي 6. طب ما انا جبت ال ا ج اللي هو يعتبر رسم المخروط اللي هو ب 10، انت محتاج ايه تاني؟ لما تبقى عارف الثلاثه دول مش محتاج اي حاجه. هو عايز مني الحجم، اقول له تمام قوي، ادي الحجم هيساوي تلت باي نق تربيعي، ادي تلت وادي الباي نصف القطر 6 تربيع ب 36 في الارتفاع اللي هو 8، 3 في 1 3 في 12 12 في 8 يبقى 96 باي سنتيمتر ايه؟ مكعب. وده سؤال كده مفيش فيه ادنى مشكله. تعالى بقى للي جايه اللي هي الجميله قوي دي، تمام؟ المثلث القائم لما بيدور حوالين الوتر قلنا بيعمل 2 مخروط، بس هي دي الفكره بتاعتنا. انا دلوقتي يا باشمهندس معايا مثلث اهو قائم، تمام؟ اسمه ا ب ج، وعايز ادور حوالين الالف ج، يبقى الالف ج قلنا هو الثابت، يبقى انا هرسم صوره النقطه ب. طبعا دي هتبقى نازله عمودي بدال، تمام؟ فب شرطه مثلا هتبقى هنا، ادي الب شرطه، واوصل دي واوصل دي، هتلاقي كده بقى عندك بامر الله كم مخروط؟ 2 مخروط، تمام؟ تمام وزي الفل. ركز بقى معايا في اللي جايه دي، مهم قوي بقى الاطوال هنا. قلنا دي 6 ودي 8 والالف ج ب 10، هنستخدم اقليدس. الله، اقليدس الب د هي هي الب شرطه د هتساوي ليه؟ لان في تماثل، يعني دي هتبقى 6 ودي 8 ودي هتبقى 10 برضه، يبقى 6 في 8 على 10، فاكر الضلع اللي في النص الاثنين اللي في الجنب على تحت اللي هي 4.8. طب ايه ال 4.8 دي؟ خلي بالك ان دي عباره عن الارتفاع. جميل قوي، يبقى انا كده وصلت لمين؟ للارتفاع يا باشمهندس بتاع المخروط. طيب ركز بقى معايا، انت عندك المخروط اللي هيتكون المفروض ان هو الدوران حول الالف ج، فهم عمال يلف كده، فالمفروض ان انت هيبقى معاك مخروط كده، ده الاصح يعني، تمام؟ انت عندك مخروط هيبقى طول الرسم 8 وطول الرسم هنا 8، وهيبقى معاك الجيم ده الشرط، ودي اللي هي نصف القطر بتاعتك، تمام؟ يبقى معذرة دي مين؟ نصف القطر،
تمام كده، يبقى نصف القطر في الاثنين ب4.8، معلش هقولها لك تاني للتوضيح بس، ليس الا احنا ما غلطناش في اي حاجه. ادي المثلث اسمه ا ب ج، قلنا ال ب شرطه هتيجي بالشكل ده كده عشان بس اللي حصل هناك، وهنوصل دي كده، وقلنا دي عموديه ودي نقطه دال، هو هيدور كده تمام. فانت عندك دي 8 ودي 8 ودي 6 ودي 6، جميل قوي. انت حسبت ال ب د وال ب د شرطه طلعوا ب 4.8، يبقى ده 4.8 ودي 4.8. عشان تحسب بقى طبعا نق 1 بيساوي نق 2 اللي هو ب د وب د شرطه ب 4.8، فاضل لك بس تحسب الارتفاع ده اهو، ده ج، وتحسب الالف د، احسب واحد منهم بس. طب انت فاكر دي كانت بتيجي من اوكليدس ازاي؟ الضلع ده تربيع اللي هو الالف ب تربيع بيساوي القريب منه اللي هو الالف د في القاعده اللي هي الالف ج، انت عايز الالف د، يبقى هو عباره عن الالف ب تربيع اللي هي 6 تربيع ب 36 واقسم على الالف ج اللي هي 10 يبقى 3.6. لو الالف د ب 3.6 يبقى د ج ب 10 ناقص 3.6 اللي هي 6.4. الله عليك، يبقى انت كده جبت نصف قطر كل واحد منهم وجبت ارتفاع كل واحد منهم، تمام. يبقى محيط سوري محيط ايه؟ حجم الجسم الناشئ هيبقى عبارة عن حجم المخروط الأول اللي هو حجم 1 زائد حجم المخروط الثاني اللي هو حجم 2. حجم المخروط الأول اللي هو تولت باي نصف القطر جبناه ب 4.8 تربيع، ارتفاع الأول بقى ب 3.6 زائد برضه تولت وادي باي وادي برضه نق تربيع 4.8 بس ارتفاع الثاني 6.4 بس، هي دي اللعبة بتاعتنا خلاص. ممكن تاخد التلت وتاخد الباي وتاخد الاربعة وتمانية من عشرة تربيع، تمام؟ او ممكن بلعبة بسيطة قوي انت تعمل ايه؟ بص، اربعة وتمانية من عشرة تربيع في 3.6 على ماشي كام ده على 3 تمام؟ زائد عندك اربعة وتمانية من عشرة تربيع في 6.4، انا بحسب الارقام بس مش مهندس، 6.4 بس على 3 هيطلع 384.5 اللي هي 76.8 زي ما هي طالعه معاك في الاجابه بالظبط، 76.8 سنتيمتر ايه مكعب. بس خلي بالك موضوع الدوران ده قلنا مهم جدا جدا، قلت اللي يدور حواليه هو الثابت والثاني هو نصف القطر. السؤال رقم 24 بيقول لي يوضح الشكل المقابل مستوى احداثي متعامل، عايز بدلاله الباي حجم الجسم الناشئ عند دوران المثلث ا ب واو دوره كامله حول محور السينات. طيب على محور السينات يعني ال ب واو هي الثابته، معلش هرسم هنا، ادي ال ب واو وادي الالف، طبعا دي واضحه ان هي 2 وواضحه دي 4، ممكن انت من فيصل فورس تحسب الالف ايه تمام. المهم ان طالما بيدور حول محور السينات اللي هي ب واو ثابته يبقى انا هرسم صوره الالف، يبقى ده الف شرط ويبقى ده المخروط الناشئ. طبعا في اول واحده دي معاك ان نصف القطر ب 2 ومعاك ان الارتفاع ب 4، يبقى حول محور السينات اللي هو حجم 1 هيساوي تلت باي نق تربيعين، يعني ادي تلت وادي باي نصف القطر اللي هو 2 تربيع في الارتفاع اللي هو 4، تمام كده تمام قوي. بالنسبه لي تلت باي نق تربيع طبعا دي كام وحده، معذره دي لحد هنا 2 وهتزيد كمان 1 يبقى 3، نصف القطر ب 3 دي 3، فدي 3 تربيع، 3 تربيع ب 9، 9 3 في 3، 3 في 4 ب 12، يبقى 12 باي وحدة حجم أو وحدة مكعب، خلاص وحاطط هنا الاتنين يبقى النقطة دي 3. طيب حول محور الصدار، تعالى نفهمها، هنرسم مثلث كمان أهو، أدي ألف وأدي واو وأدي ب، قلنا دي 2 دي 3 ودي 4، حول محور الصدار يبقى ده ثابت. ده الارتفاع يبقى انا هرسم صورة النقطة ب، يبقى هنا ب شرط وادي المخروط الناتج. طيب يبقى الحجم رقم 2 اللي هو محور الصدات هيبقى تلت باي، هنا بقى المرة دي نصف القطر هو الأربعة يبقى 4 تربيع، وهنا المرة دي الارتفاع اللي هو 3 يبقى 3، تلت هيروح مع التلاتة يبقى 4 تربيع اللي هي 16 باي وحدة ايه مكعب بس، تمام تمام وزي الفل أوي. سؤال 25 يا باشمهندس بيقول لي ا ب ج مثلث متساوي الساقين، وقلنا المثلث المتساوي الساقين لما بيدور حوالين محور التماثل بيعمل مخروط واحد، ويدور حول احد الاضلاع بيعمل مخروطين، فدي 10 ودي 10،
يقول لك البيه جيم ب 12، كلام جميل. هو عايز يدور حول القاعدة بيه جيم، لو هيدور حول أحد الأضلاع قلنا بيعمل مخروطين، فادي البيه جيم ثابتة، يبقى أنا هرسم صورة ألف، يبقى دي الألف شرط، أوصل دي، أوصل دي، أوصل ده، فيبقى ده كده المخروطين بتاعي بالشكل ده. مخروط على اليمين، مخروط على الشمال. طيب ركز معايا، معلش أنا هرسم لك مثلث اللي هو فوق ده، اللي هو الألف ب ج، دي هتبقى دال. طبعا في المثلث المتساوي الساقين نزلت بعموده بينصف، دي 6 و6 ده 10 وده 10، فأقدر أحسب الألف د اللي هي جذر 10 تربيع ناقص 6 تربيع ب 8، دي 8. خلي بالك إن دي كده ال 8 اللي هي نصف القطر، يبقى أنت معاك إن نصف القطر ب 8، والمسافة دي اللي هي الارتفاع اللي هي 6، يبقى الارتفاع بيساوي 6. تمام، الفكرة كلها هنا إن الحجم هيبقى 2 مخروط، يبقى 2 في تلت في باي ناقص تربيعين، يعني 2 في تلت باي نصف القطر ب 8، 8 تربيع ب 64 في الارتفاع اللي هو 6. طيب ماشي، على 3 فعل 1، على 3 فعل 2، 2 في 2 ب 4، 4 في 64، 4 في 64 ب 256، يبقى 256 باي سنتيمتر ايه؟ مكعب. لان احنا قلنا اللي بيدور حواليه هو الارتفاع، اوعى تنسى المعلومه دي، فيبقى بالنسبه لي المسافه دي هي الارتفاع. تعالى نشوف السؤال 26 بيحكي وبيقول ايه. بيقول لي في الشكل المقابل انا عايز منك المساحه الجانبيه والكليه والحجم للمخروط الدائري القائم اللي قدامك يا باشمهندس. طيب ركز بقى معايا كده، هو رسم لي مخروط بس مش مكمله، فانا كل الفكره ان انا هكمله، انا هوصل دي كده وهوصل دي كده، ومعلش هنقل لك المثلث ده بره عشان افهمك معلومه مهمه. ادي الف وادي ميم وادي ب ودي 90، هو طالع من كده ميم ه، وملاحظ معلومه مهمه بغايه الاهميه. الميم ه ده اسمه متوسط، ومش اي متوسط، ده متوسط خارج من النص القائم. عرفت انه متوسط ازاي؟ ان ه في النص، فقال لك المتوسط الخارج من النص القائم بيساوي نص طول الوتر، يبقى دي 9 ودي 9، يعني الوتر ده كله ب 18. طب ما هو مديلي الميم ج نصف قطر ب 6، يبقى الب ميم ب 6. طب ما انا اعرف احسب الالف ميم، والالف ميم خلي بالك اللي هو اللام طول الرأس، آه سوري، الألف ميم واللام ازاي يا عم؟ الارتفاع، اللام ب 18 نصف القطر ب 6، يبقى فاضل الارتفاع اللي هي جذر 18 تربيع ناقص 6 تربيع، تمام؟ جذر 18 تربيع ناقص 6 تربيع ب 12 جذر 2، جميل قوي. عايز منك ايه بقى يا باشا؟ أنا عايز منك المساحة الجانبية، أقول له المساحة الجانبية اللي هي باي نق لام، يبقى باي ونصف القطر 6 ولام اللي هي طول الراسم ب 18، يبقى هي 6 في 18. تعال نشوف 6 في 18 ب 108، يبقى انا بالنسبه لي ان المساحه الجانبيه ب 108 باي سنتيمتر مربع. طيب عايز مني المساحه الكليه اللي هي باي نق في لام زائد النق نصف القطر ب 6، يبقى 6 باي، يبقى 18 زائد 6، 18 في 6 24، يبقى 24 في 6، 24 في 6 ب 144 باي سنتيمتر مربع، فاضل الحجم، والحجم هو تلت باي نق تربيعين، ادي تلت وادي الباي نصف القطر 6، 6 تربيع ب 36 في الارتفاع 2 جذر 12، ولا 12 جذر 2، 12 جذر 2، على 3 فعل 1، على 3 فيها ال 12. 12 في 12 ب 144، يبقى 144 جذر 2 باي سنتيمتر مكعب، 144 جذر 2 باي سنتيمتر مكعب، هو ده كده الحجم بتاعي يا باشمهندس. خلاص جميل جدا وزي الفل كده، خلصنا الجزء ده. بسم الله، تعالى نشوف الجزء كده اللي بعده والاخير معانا بامر الله. دول كده اخر ثلاث مسائل، وباذن الله ما يكونش فيهم ادنى مشكله. السؤال 27 يا باشمهندس بيقول لي يوضح الشكل المقابل علامة الشمالية شمندورة مهما كان لتحليل المجرى البحري، انت عارف دي اللي هي بتبقى موجودة في البحر، بيبقى طالع منها الجزء اللي فوق اللي هو شبه المخروط ده. المهم لتحديد المجرى الملاحي وهي على هيئة مخروطين قائمين، قال لك ان هي عبارة عن مخروطين لهما نفس القاعدة، قاعدة مشتركة. عايز تكاليف الطلاق بتاعه بمادة مقاومة للعوامل التعالية، علما بأن تكاليف المتر المربع الواحد بيساوي 300، فأنا دلوقتي عارف ان تكاليف المتر بكذا. طيب هو اما بيجي بيدهن، بيدهن ايه؟ شاطر، بتقول لي بيدهن الجوانب، يبقى انا بدور على مساحه جانبيه لانه اكيد مش هيدهنها من جوه. تقول لي لما اجيب مساحه كليه، لا المساحه الكليه دي بتحسب الشكل من جوه، لا انا مش عارف،
انا عايز المساحه الجانبيه بس اللي هي مساحه الجوانب. يبقى انا يا باشمهندس كل اللي انا هعتمده ان انا اجيب المساحه الجانبيه للاثنين اللي هو المخروط اللي فوق والمخروط اللي تحت، وابدا اضرب الناتج في 300. خلاص انا بفهمك فكره المساله قبل ما اشتغل فيها. طيب المخروط اللي فوق معايا معلومتين، طول الراسم ب80 ونصف قطره ب50. طب ما خلاص يبقى المساحه الجانبيه بتاع الاول اللي هي باي نق واحد لم واحد، ودول معايا يبقى باي في 50 في 80، دي جاهزة مفيش فيها مشكلة. أدي الصفرين وخمسة في 8 ب40 يبقى 4000 باي سنتيمتر مربع. طب التاني مديني إيه؟ خلي بالك نصف القطر التاني برضه ب50، بس مديك المسافة دي اللي هي الارتفاع، فالارتفاع بتاعه ب120. يبقى لازم أجيب اللامين مفيش غيره، أدي اللام أدي العين أدي النق. النق ب50 والعين ب120، يبقى اللام بيساوي جذر 120 تربيع زائد 50 تربيع اللي هي 130 زائد 12 5 13. تمام، يبقى المساحة الجانبية رقم 2 اللي هي باي نق 2 لام 2، يبقى باي نق 2 برضو ب50 ولام 2 ب130. ادي الصفرين و5 في 13 ب65، يبقى 6500 باي سنتيمتر ايه؟ سنتيمتر مربع. هجيب بقى المساحة الجانبية الأولى زائد المساحة الجانبية الثانية، هجمعهم 4000 و 6500 يبقى 10500، صح كده؟ 10500 باي سنتيمتر إيه؟ مكعب. طب هو بقى عايز التكلفة المتر المربع ب 300 جنيه. خلي بالك لأن في هنا تحويلة، أنا دلوقتي معايا سوري دي متر مربع سنتيمتر مربع، أنت عايز تحول من السنتيمتر المربع للمتر المربع. فانا اقول لك لما بتحول للسنتيمتر للمتر بتقول لي بقسم على 100، وطالما هو تربيع يبقى انا هقسم على 100 تربيع. تمام، مفهومه المعلومه دي؟ مفهومه باذن الله. يبقى انت هتعمل كده على الاله، 10 500 مضروبه في الباي، تمام، اللي هي البسط، على ال 100 تربيع، هتطلع معاك بالرقم ده اللي هو 3.29 من 100، 3.29 من 100 متر مربع. تمام، تمام زي الفل. يبقى بقى هتقول له التكلفة هتساوي 3.29 من 100 في 400. طبعا انا سايب الرقم على الآلة عشان اضرب الرقم ده في 400 ويطلع الرقم مظبوط بالظبط، يبقى 1300. ازاي بقى الكلام ده؟ انا ضربته في 400، شوف بعد ما كده ضيعنا الرقم، مفيش مشكلة. 10500 شيفت باي على 100 تربيع، الرقم ده في 300 مش في 400، فيطلع معاك ب 900 بالظبط يا باشمهندس، 989.60 قرش تقريبا جنيه. تمام، بس كده، هي دي فكره المساله، مش فيها ادنى مشكله. السؤال رقم 28 بيقول لي ايه؟ بيقول لي الربط بالصناعه، هرم خماسي منتظم من النحاس، تمام، طول قاعدته 10 وارتفاعه 42 صهر وحول الى مخروط. نفس الفكره، هبدا اجيب حجم الهرم اللي هو عباره عن تلت مساحه القاعده في الارتفاع. ركز بقى معايا، تلت مساحه قاعده الخماسي، لو انت فاكر مساحه الشكل الخماسي المنتظم اللي هو كان عباره عن نون في سين تربيع على 4 ظا باي على نون في العين. هقول لك كل حاجه الوقت، ادي تلت نون اللي هو عدد اضلاع، السين اللي هو طول الضلع، قال لك طول الضلع 10 يبقى 10 تربيع على 4 ظا باي على نون يعني باي على 5، وقال لك ان ارتفاعه 42. هي دي الحسبه يا باشمهندس، ولازم تبقى عارف الكلام ده. يبقى انا بالنسبه لي 1 على 3 مضروب في 5 في 10 تربيع على 4 تان شرطة كسر شيفت باي على 5، الكلام ده هو في 42. شايف الحسبة الطاولة دي؟ طلعت بالرقم اللي قدامك ده يا باشمهندس. تمام؟ بس الرقم ده غريب شويتين، صح؟ تعالى نرجع كده. بالنسبة لي ادي التلت، تمام؟ وخمس في طول الضلع اللي هو 10 تربيع على 4 تان باي على 5 في ال 42. طب ما انا اعتقد احنا جايبين الكلام صح اهو. طيب يمكن الاله بس ايه عايزه شويه اقواس، انا هحط دهم في قوس عشان يحسب الحسبه بتاعت التان ده الواحده
نفس الفكرة. بسم الله، 5 × 10 تربيع على 4 ضابع على 5 × 42. أنا والله بيتهيألي الكلام ده مظبوط. ماشي، هنا على 3 × 1 على 3 × 14، فمعلش هعمل إيه؟ أنا هضرب دي الواحدة، 5 × 10 تربيع. هل في لعب في الأطوال؟ 10 سم 42 مفيش. يدي 4 تان شيفت باي على، لا اه صح انا اللي غلطان، هي مش شيفت باي، هنا هنا الباي ب 180، بس دي اللعبه والله. تمام، 172 هضربها في 14، هو ده الرقم المظبوط. تمام كده، يبقى 2408.6 سنتيمتر ايه، مكعب. تمام قوي. بيقول لك ان هو صهر وحول الى مخروط دائري قائم طول نصف قطر قاعدته 15. 10% من النحاس اتفقدت، يبقى انا بالنسبه لي ان حجم المخروط انت فقدت 10%، يبقى فاضل 90%. يبقى 90% من حجم الهرم اللي هو 2408.6، يعني هتضرب الرقم ده في 90 وتقسم على 100، فيطلع ب 2167.8 سنتيمتر ايه، مكعب. يبقى انا كده قدرت اوصل لحجم المخروط. هو عايز مني الارتفاع، طب ما انا عارف ان الحجم اللي هو 2167.8 بيساوي تلت، في باي اللي هي 22/7، في نصف القطر تربيع، ما انا معايا قال لك ان نصف القطر 15، يبقى 15 تربيع في الارتفاع. تمام، بص انا مش هتعب دماغي خالص، ادي الارتفاع، بص ادي 2167.8، التلت هيروح هناك ب 3، وال 22/7 هتروح ب 7 على ال 22، وال 15 تربيع ب 1 على 15 تربيع. بس هي دي الحسبه، وريح دماغك يا باشمهندس. يبقى الرقم ده هتضربه في 3، وهتضربه في 7 على 22، وهتضربه في الواحد على ال 15 تربيع، او احسبها بقى بالطريقه اللي انت بتحبها، وهتطلع 9 و19 اللي هي تقريبا 9.2 سنتيمتر. ودي كده إجابة موفقة بأمر الله. السؤال رقم 29 يا باشمهندس بيقول لي مخروط دائري قائم حجمه 100. طيب أنا عارف إن حجم المخروط اللي هو عبارة عن تلت باي نق تربيع هي. في الظروف دي أنت معاك إن النق عادي خالص، ومعاك الارتفاع اللي هو عين، وقال لك إن الكلام ده هو 100 سنتيمتر إيه، مكعب. بيقول لي هتضاعف الارتفاع، يعني فجأة في الحالة التانية إن العين هتبقى 2 عين، يعني الحجم رقم 1 اللي هو أول حالة دي هيبقى تلت باي نق تربيع، بس العين هتبقى 2 عين، واستأذني الاتنين ده هي بس هنهلق قدام خالص، يبقى دي 2 × 3 باي نق تربيع عين. طب ما أنت معاك إن تلت باي نق تربيع عين ب100، دي ب100، يبقى 2 × 100 بكام؟ ب200، يبقى 200 سنتيمتر مكعب. الحالة اللي بعدها يتضاعف طول نصف القطر، يعني بدل ما هو نق هيبقى 2 نق، هيتضاعف، يبقى الحجم رقم 2، هيبقى تلت باي مش نق بقى، هيبقى 2 نق تربيع في الارتفاع. 2 تربيع ب4 واستأذنك هطلعها بره، فيفضل لك تلت، وهيفضل لك باي، وهيفضل لك نق تربيع عين. طب ما دي معاك ب100، ال2 تربيع طلع بره والنق اتربع، فال4 × 100 يبقى 400 سنتيمتر مكعب. تمام، دي الحاله اللي بعدها. الحاله الثالثه بيقول لي يتضاعف الارتفاع، يعني العين تبقى 2 عين، وتضاعف نصف القطر، يبقى النق هيبقى 2 نق. طب يبقى الحجم رقم 3، هيبقى تلت باي 2 نق، لانه ضعف تربيع والارتفاع اللي هو 2 عين. ركز في اللي عامله، 2 نق تربيع اللي هي 4 نق تربيع. طيب ال4 × 2 ب8، هطلع التمانية بره، وهيفضل لك تلت، وهيفضل لك باي، وهيفضل لك نق تربيع، وهيفضل لك عين. ما تلت باي نق تربيع اللي هي 100، ف8 × 100 يبقى 800 سنتيمتر مكعب. هو هنا بيقول لي فسر الإجابة بتاعتك، أنا بفصل له يا باشمهندس. تمام، اللي هو لما يتضاعف الارتفاع الحجم بيتضاعف، يتضاعف نصف القطر بيتضاعف ل4 أضعاف، يتضاعف الارتفاع وتضاعف نصف القطر وتضاعف ل8 أضعاف، وهكذا. تمام، هي دي الملاحظات بتاعتي كده يا باشمهندس. يبقى الحمد لله خلصنا كل الأسئلة المقالية الخاصة بدرس المخروط. كده بقى فاضل لنا الاختبار التراكمي، إن شاء الله هحاول أنزله لك بعد الفيديو ده مباشرة، بحيث ما احنا انتهينا من الدرس ده بالكامل، احنا بنشد الأيام دي بأمر الله.
ان شاء الله هينزل لك الداله اللوغاريتميه وتمثيلها البياني الحصه الجايه بامر الله. ممكن انزل لك برضو الاخطر في يوم والمقالي والاختبار التراكمي في اليوم اللي بعده على طول. يعني الدرس بدل ما هو كان بياخد مننا 3 ايام حاول مننا ياخد مننا يومين عشان عايزين ننتهي من المنهج بقى ان شاء الله عشان نبتدي في حل نماذج المراجعه النهائيه. كده وصلنا لاخر حصه النهارده، اتمنى ان اكون استفدتك، اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. اذا لو استفدت اشترك في القناه وفعل زر الجرس وتضغط لايك وشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. اشوفك على خير في فيديو جاي. كان معاك مهندس حسام من قناه حسام ميرا رياضيات، وشكرا جدا.